هام جدا مع كابتن رنيم الجداوي، كمان عايزين نطمن عليها اكيد بعد الاصابه اللي كلنا شفناها في الشوط الثاني. روزان اتفضلي سامعيني. من جديد مريم برحب بيكي وبرحب بكل ضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب ايضا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. طبعا من صاله الدكتور حسن مصطفى مكملين لقاءاتنا، وحاليا معايا النجمه طبعا رنيم الجداوي نجمه الفريق. في الاول يعني يا رنيم بقول لك سلامتك، طمنينا عليكي طبعا الاول، وكلميني اكيد هو اداء مشرف الحقيقه منك طبعا ومن كل الفريق. طمنينا عليكي في الاول وقولي لي كمان استعداداتكم قبل مواجهه النهارده. الحمد لله، سبرين ان شاء الله يكون بسيط يعني. الحمد لله الفريق كله النهارده ادى بشكل فوق الرائع. احنا من اخر بطوله ما حصلش نصيب فيها علشان ما كناش مركزين، كان في كذا حاجه عامل يعني. قررنا ان احنا كلنا نلعب مع بعض، وبشكل ما فيش جيم بعد كده هنستهون بيه. فاحنا النهارده كانت اول تجربه لينا بعد البطوله اللي فاتت، فالحمد لله كله ادى بشكل رجولي جدا وكله كان مركز على اكمل وجه، فالحمد لله ان كسبنا البطوله بفرق كبير الحمد لله. الف مبروك. طبعا النهارده فريق الجزيره فريق مش سهل ابدا، اكيد بتعملوا له حساب يعني. كابتن طارق اكيد ركز معاكم على بعض التعليمات الهامه. طبعا عملنا اجتماع قبل المباراه وقال لنا على مفاتيح اللعب بتاعت نادي الجزيره، وكلنا من اول يعني من امبارح واحنا بنتمرن جامد جدا، وعم يعني عم متحضرين من اول لما خلصنا البطوله اللي فاتت. خلاص بطوله وعدت، ومن اول تمرينه ليها واول تمرينه دخلنا فيها احنا مركزين على الجزيره. الجزيره فريق رخم، فكان لازم ان احنا ما نستهترش بيه ونلعب لغايه اخر ثانيه، فالحمد لله يعني ربنا وفقنا في الاخر وكسبنا. كابتن رنيم بقول لك سلامتك مره ثانيه وكل التوفيق ليكي ونورتينا. شكرا مريم. يعني اكيد كان لقاء مهم جدا مع كابتن رنيم الجداوي، وده كان لقائنا معاها، وهرجع لك تاني مع لقاء تاني.